السلام عليكم. النهارده جايبه لكم بقى ايه، ميك اب عجبني قوي، حلو قوي في المنشيه قدام بيت الجمله بالظبط. بصوا عنده تشكيله، كل حاجات ماي واي طبعا، اهو وادي المانيكير. السلام عليكم، تعالى كده قول لنا الدنيا ايه والاسعار ايه. قول لنا الاسعار ايه. اولا حاجتك جميله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يكرمك يا رب. اشرح لنا كده بسعر الشركه ماشي. واسعار الميك اب بننزل نص جمله نص جمله، عاملين عروض نص جمله ماشي. قولنا كده البلاشر كده عامل كام؟ بلاشر بخمسة وفي بعشرة، ومن أول خمسة بص كده ادينا أسعار كده واحنا طالعين. عشرة، خمستاشر، خمسة، عشرة، خمستاشر، الرباعي بكام الرباعي؟ 25 علبة أي شادو بتبيعها جملة ب 75. بص واحدة واحدة على الناس عشان يبقوا مركزين في اللي أنت بتقوله. ماشي، يلا. مسكرة الحواجب ب 20، البودرة ب 20. ماشي، البودرة ب 20 أهو يا جماعة. ب 25 أهو. الأي لاينر كله، الماسكارا إيه؟ الماسكارا من أول 25 وأنت طالعة. ماشي، أزرق والله خالص. الهايلايتر، هايلايتر البي بي دوت ب 15، ببيعه ب 10. ب 10 يا جماعه، ده عشان خاطر القناه بتاعتنا اهو. بودره المائيه الفلبيني اعمل عليها عرض ب 65. 65 ماشي. الروجات من اول 10 وانت طالعه. ادينا بقى اللي ابو 10 كده شاور لنا عليه. 10 اهو، ادي 10. القلم الخشب ب10 برضه، حلو قوي يا جماعه، هو عشان خاطر القناه. الام ان بخمسه، بخمسه تمام. الروش ده كده بكام؟ الروش ده 25 بدل 35. ماشي، ده ب20 بدل 25، ده برضه 25 بدل 30. تمام. اللانسز، عنده اللانسز نوع ايه؟ اللانسز، اللانسز ديت اللي هي على النت ب 175 ببيعها ب 125. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مش عارفه اسمها ايه. برايت صح كده؟ معروفه السيريال نمبر بتاعها. طيب اهي يا جماعه ماشي، قلت بكام؟ دي ب 125 بدل 175. طب 125. علبه الفرش الهدى بيوتي ب 35 بدل 45 اهو. ماشي، مصحح حواجب ب 30 بدل 35. بص مصحح الحواجب ب 30 بدل 35. شفرات ب 20 الفلومار الاصليه، والشفرات دي 10. الفلامينجو بكام؟ الفلامينجو ب 20. الفلامينجو ب 20 ودي ب 10. ماشي، والهايلايتر ده بكام؟ ولا ده كونتور؟ لا هايلايتر دوت ام ان ثلاثي 25 ببيعه. ال 25 طيب. الضوافر ب 10. الضوافر اهي يا جماعه ب 10. فين 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 اهي. ماشي. السفنجه بتاعت البودره ب 5 الاصليه اهو. بتاعت الرموش بكام؟ الرموش ب 10. ب 10. الفرشه الجميله دي بكام؟ ب 20، وفي الفرشه اللي فوق منها دي ب 10. اهو يا جماعه 20 و 10. طيب. الفرش، البلندر بكام؟ بلندر ب 25 و 35. ب 25 و 35. الكونتور بصوا عنده حاجات حلوة قوي يا جماعة ما شاء الله، عنده تشكيلة بصوا يا جماعة، بقية الفرش حاطط نظارات جميع الألوان اهو. طبعا الأسعار النظارات متفاوتة. الصفرة دي عاملة كام؟ الصفرة دي عاملة 70، واللي تحتها 70، هو كله 70 يعني اختلاف الالوان. 70 و75 يا جماعه.
طيب انت ما قلتليش الكونتور بكام؟ الكونتور اللي باع الام ال اه ده اي شادو، ده اي شادو، ده اي شادو. اه صح، اي شادو ده بكام؟ دوت ده 65 ب 45. 45 الكونتور الرباعي. فين الكونتور؟ خلص بس خلص. ها ب 30. ماشي. بصوا يا جماعه، هو مكانه قدام بيت الجمله. ماشي، هناخد رقم الموبايل. اسمها ايه دي؟ دي الغسول. اه دي للغسول. دي بكام؟ بخمس. بصوا جميله يا جماعه، عن تجربه على فكره، انا جربتها جميله قوي، كنت جايباها بخمسه جنيه. اهو بيبيعها بخمسه عشان خاطر القناه يا جماعه. ماشي، اهو ادي العروض قدام بيت الجمله بالظبط، جنب الجراج يعني، قدام بيت الجمله في الجراج، هو جنبها على طول. هنزل لكم رقم الموبايل في اول كومنت وهاكد عليكم اكتب العنوان.